ايه اكتر الاماكن يا ندى اللي انت حسيتي ان اتفاجئتي لما شفتيها او كانت اكتشاف بالنسبه لك؟ والله انا اول ما رحت فوا، مدينه فوا الاثريه في كفر الشيخ، انبهرت جدا المدينه دي ازاي ما حدش عارف عنها حاجه، وكل المعالم الاثريه الاسلاميه دي فيها. برضو من الحاجات العظيمه جدا حبيتها جدا القصير في البحر الاحمر، الواحات بشكل عام، فكره ان انت يبقى عندك الخمس واحات دول وجو الواحه مختلف قد ايه عن الجو الطبيعي في مصر عموما. الفكره نفسها ان احنا في الاخر وصلنا ان مصر فيها كمية تنوع في السياحة غير طبيعية، يعني مش بس سياحة معينة، لا انت لو دورت على سياحة بيئية هتلاقي سياحة جبلية، سياحة رياضية، كل انواع السياحة. طيب.